السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج جم سلام. هذا البرنامج رسالته نشر الأخوة والمحبة والسلام. حلقتنا اليوم حول هذا الحدث الذي نعيشه في بلدنا، نتناوله مع الشيخ أحمد شدو الأحمد باهي والشيخ علي سيسي. Bandirabe yebobe television murabitun emin bismomon e emission keso e emission ajimen jam salam fandare odo emission ko saktude musidagal e yidondirde sabi Allah e saktude jam hande non hobbe men ko cheikh men cheikh ahmed juddou al ahmed bahi e cheikh ali sisse cheikh ali turahib bi mushahidin bi sunki marhaba sunko kan soro bino go fayni nawto al murabituna terenka sunk sunke wata sunan sunka wari kata khay khadi wari duganta ke biga kata ya gani jam salam imam sa ko yesu ga do aga tawa arten kata khaya ko da khawta ga kata kam mbok julit ini setan ci television murabitun ñu len di dalal ci emission bu bes ci sunu emission jam ak salam emission bi nga xamni li tax mu jog moy beugenti te yalla tax jappanti te yalla tax te wessare jam ak salam tay nak diñu waxtane moy xew xew bi am ci jamono ci sunu rew ñu ci waxtan nak sunu serigne cheikh ahmed jiddou ahmed bahi ak sunu serigne ali sisse cheikh ahmed jiddou hada al barnamij barnamij jam salam barnamij li nashri al ukhuwa wal mahabba wal salam al yawm fi baladina hadath مؤلم مؤسف نود أن البرنامج يوجه لهذا الجمهور الذي يتابع هذا البرنامج الذي هدفه الأساسي هو نشر الأخوة. نريد في البداية أن تتفضلوا بشرح خطر القتل والظلم شرعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أشكركم وأشكر قناة المرابطون على هذه الاستضافة في هذا البرنامج جم السلام، ونسأل الله عز وجل أن ينشر الأخوة والمحبة والأمن والأمان بين صفوف مواطنينا وبين صفوف المسلمين أجمعين، إنه سميع الدعاء. لا شك أن الأخوة والسلامة تستدعي محاربة كل الجرائم وكل المخالفات، ومن أعظم الجرائم والمخالفات قتل الإنسان ظلما وعدوانا ولو كان كافرا فكيف بقتل المسلم، فإن القتل من أسوأ الجرائم وأخطرها في شريعة الإسلام وكذلك الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث أن من شارك في قتل امرئ مسلم بشطر ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. فالقتل من أعظم الكبائر لأنه مضاد لإحدى ضروريات الدين الأساسية الخمسة والست، فإن دين الإسلام جاء بالحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى النسل وعلى المال وعلى العرض، ولذلك أوجب القصاص والحدود في حماية هذه الأمور. أوجب الله سبحانه وتعالى القصاص لحماية النفوس، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وأوجب بقية الحدود في حماية الدين وحماية العرض وحماية النسب وحماية المال، وهذه الضروريات لا تستقيم الدنيا ولا يستقيم الدين بدونها. ومن ثم فإن حرمة القتل حرمة عظيمة، ونعلق على هذه الحرمة أنها حين تكون هناك شبهة أو أي احتمال أن تكون صادرة من الجهة
التي يفترض فيها أنها توفر الأمن وتحمي النفوس يكون هذا القتل أشنع وأسوأ. وحين يكون هذا القتل أيضا من لصوص أو من محاربين أيضا في بلاد لها سلطتها والحمد لله ولها قواتها الأمنية ولها قوانينها، فإن التقصير في هذه المسؤولية إذا نتج عنه قتل امرئ مسلم من المواطنين أو من غيرهم فإنها جريمة عظيمة تستحق الغضب وتستحق الإنكار وتستحق المطالبة بما يجب المطالبة به. ولذلك فإنه لا نحكم على ما حصل من أين حصل ومن فعله يقينا ومن كان وراءه، إلا أن هو نذكر سلطاتنا ونذكر أجهزتنا الأمنية ونذكر جميع المسؤولين عن حماية المواطنين أنفسهم، حماية أنفسهم وأموالهم، نذكرهم بأن كثرة القتل الحاصل في الشوارع والحاصل عيانا أمام الناس وأحيانا في أماكن وأحيانا في مناسبات غامضة أن هذا لا يليق أن يبقى يستمر، فينبغي أن تكون هناك سياسات كثيرة من العدل، من التوجيه، من التربية الإيمانية، من العمل، من محاربة المخدرات، من محاربة الفسوق والفجور، من محاربة الظلم، حتى نحمي النفوس وحتى لا تشهد بلادنا حوادث مؤسفة كحادثة قتل الأخ جوب رحمه الله التي لم نتبين بعد أين حصلت بالفعل يقينا ومن كان وراءها بالضبط يقينا، وإن كان لكل ظنونه ولكل تحليلاته وأحيانا لكل رواياته ويقينه، ونحن هنا لا نتدخل في ذلك. والذي يعنينا أنها مناسبة للتأكيد على حرمة القتل وحرمة الظلم وحرمة الجور، وأن نعمل جميعا لنصون نعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة الأخوة ونعمة الإسلام، وأن نصون هذه المقدسات وأن نصون هذه الأساسيات وأن نصون هذه الكليات الدين، وأن فلا بد لهذه الدولة وللشعب الموريتاني أن ينتبه لصيانة الدين بالعلم وبالتربية وبالحق وبالعدل وبكل الوسائل، وصيانة النفوس أيضا وحماية النفوس من القتل من أي طريقة حصل هذا القتل، فإلا قتلا واحد هو الذي نريده وللأسف لا نجد تطبيقه من دولتنا، وهو القصاص الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى حين يقع قتل متعمد ولا يوجد عفو ويطالب أهل القتيل بالقصاص، فإن هذا النوع من القتل ينفي القتل كما كان العرب يقولون القتل أنفال القتل، فقال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهناك أنواع من القتل يقول أهل العلم إنه لا عفو فيها وهو القتل غيلة، وبلادنا تشهد القتل عمدا وتشهد القتل خطأ وتشهد القتل عمدا وتشهد القتل شبه العمد وتشهد القتل الغيلة، فينبغي للسلطات أن تكون جاهزة للتعامل الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن لا تخاف أحدا، لا دولا كبرى ولا دولا صغرى ولا حصارا اقتصاديا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشون، والله سبحانه وتعالى ويقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نذكر الجميع السلطات والشعب إلى أن ينتبهوا لحرمة ما حرمه الله ووجوب ما أوجبه الله، وأن دنيانا قبل ديننا لا تستقيم إلا بتحريم ما حرمه الله والابتعاد عنه وحماية أن يقع فيه أحد وتنفيذ والقيام بما أوجبه الله والتعليم والتربية والحرص على أن لا يتخلف عنه أحد. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بندرابي yewtere men hande koyi ko wura ko caɗele ɗe ganduɗa jibini ɗum ko goote ɓiɓɓe Mauritani ene jaya ene boma woni Oumar Diop. Mayde makko ha joni en gandani yaqinan mana ko tabitini holko woni hol gonɗo caggal mum laamu ngu ene dari wi ene witta ene anda hol gonɗo caggal mum jungo mum nange, kono enen jewteten tan koye ɓiɓɓe Mauritani ɓe ganduɗa Allah hoddiri enen fof ken julɓe
benganda ene harmi e juldo warde bandum juldo ene harmi e juldo warde ni neddo bawdo wonde fof saka non warde juldo Allah subhanahu wa ta'ala janki men der Qur'an o wi so neddo wari juldo taw ko ante Allah tikanma lepte chatude padma lakara e kadi Allah riwma yurmende mo bandirabe dedo nyaawoje nyaawor hen fof ko musiba so Allah tikanima ko musiba so anati jengol jahannama ko musiba so Allah do riwima yurmende makko ko musiba so Allah hudima kadi ko musiba dedo gede fof so neddo wari julu ante ene yana dowma dum non ngiden wiide tan ko kewi ko julbe be ngartira hakkilaji men ya taw ko laamu ngu ya taw ko wadbe warde fitandu ko musiba ne laado habri sallallahu alaihi wasallam o wi so taw awalli neddo warde neddo a arat nyane darnge ene winda e yeso ma ada damtindi e yurmende Allah dum non ko hollirde tan musiba gondo e warde fitandu e sababu mum ko ay wonde fof hande en gala ko labti e ko kewi ko kono eden biya laamu men laamu kanyum foti rende yimbe be neddo nokku mo foti hisde so huli ton dum do ko musiba so taw kadi bandiji en jahay beddaaji en mbara yimbe taw laamu ngu waawa nangude ben dum kadi ko musiba goddo ko tenktinde tan wiide laamu men yobbe burtinaade eden jetta Allah non nde wonno ko buri heewde gure men mana gure julbe hande ene wadi fitnaaji mawdi neddo ronka daanaade ronka wonde jam enen ngone jam sen baddi ko emen mabbe kono kadi eden nyaagi laamu men beyda tinare ha hay goto waasa toñede hay goto waasa wareede e laabi men wala nokkuuji men kadi be kula Allah men ha yimbe laamu mbaasa warde hay goto nganden diine Islam ko ari ko rende gede joyi ko adi hen ko rende diine men kono ko rende pitali men rende jawdele men rende tidugal neddo e rende asko neddo dedo gede juddu fo andum ngad anda Allah ko rokki dum hurum Allah ko rokki dum hurum dum non nganden Islam jabata toñange waawge wonde fof kono buri bonde hen ko warde fitandu mo ganduda wadani wiyani dum juddo fof en foti dum andude laamido e laamado en foti andude sa dillini sababu ha neddo waayi hen ma dan chadele to Allah subhanahu wa ta'ala dum non juddo fof fotani dillinde sababu mo ganduda ene wana sababu juldo maya hen dum non nganden enen fof ken julbe njettiren dum Allah kono nganden musiba gondo e warde fitandu juldo musiba gondo e warde fitandu juldo dum juldo fo andalum rento dum Cheikh Ali Cissé nafs sual fi hadha al hadith nawad an naqula lil mushahid khatar al qatl خطر ظلم شرع الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم فعن إسلامني والحقوني سلام عنكم إلا ينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ولكن سنك أنت أغنق كبه كما كنيا في قوري كبه قد مرتن رمون كتاكو بتدنجنتو إذا لمنا كبه رقاب فانكم مغا lemine ke yonki ngi joxi ko ko meri kiti lemine ke yonki joxi ko maka a joxi fankan soro nyamaka a joxi bandini nyamaka kem fito ko digame
wadiga mi nga kebe kenniya nanti na hadim re menyu kin baganda ganya moko saragna nya kafirinya a haramun te nya sigalti kha kengana nya silaminya silaminna silaminyu kin bagandi a haramun te nya Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'an no nanti sirisu gana mu'mini yunki bagandi na tawya akaman takkeni jahannaba agnaru jahannaba ka dumina no kanta bakka Allah butun te nya na kama Allah langande nga dabaten yanga kata fo mante ngada akhno suga tu mo be ko salama ko ke dina ngado dinu ko be suga gir Allah subhanahu wa ta'ala gido fi di kargiri kunya tanga afo fana nyani na hadim men dina tanga fare njabi sallallahu alaihi wasallam badala dinahu faqtulu afilande nyani na hadim men nyung kin tanga ante tel serega sere yung kin bagandini la yahillu dimi mri'im إلا بإحدى ثلاث مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه إذن أيها الإخوة آخني نا هادم من يمكن بغاندي الله غري لكي بجوغي ننتي ونا كمان قا يمكن بغاندي أغنى يغتوها كنيانا الله دالي ولكم في القصاص حياة سري بيغنا سري كرا غتوه ina kaman sigin de jaman na khaina ka kare kudo solon kutuna gonga solon nakat ibrahim min ajli zalik min ajli zalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an kiya sabudan ni wagadinya wajibi bani isra'il gon kama na koyya nante sere sugana yonki bagandi ananya kamam safi afina gadi yonki bagandi o gadi qisasu nyangay wala gadi gol buri nyaxen ni nyaxen kamma annata kam golen ko gadi hadim men su yonki nya bagandi jankan yonki bakke amusibon khore nyani ay wa Allah gadi kebe taw ndakana khore nyani faran jabi sallallahu alaihi wasallam sere sugana sere dema ناصر تنا نيونكين بغاندي ولو بشطر كلمه حراغنا نيت ديغامي تخانديا لا حركو تاكمانغنا ني غيلي اي وسفنا تينغنا نانتي اجيكران كودن تنيان الله نيما اخي الله سبحانه وتعالى ارينا تونا دينان تانغا ينو يونكين تانغا ينو حقلون تانغا ينو نابرون تانغا ينو دابند تانغا ينو غاتشن تانغا كنيان سيغار قصاص التي يونكين بكن كارانغا اد حدودين جوغي ايوا كوتون كارا يبغنا كيد بري ونلغا بوغان قبل كيد جوكان كما جوكان كما سا سا ديغا مي نو مخمن اخي كيب يونكين بوكين كوتا كوند كيري نحن لسنا قضات وانما دعات سرو بيني غير كيري كين خبار ني ما سرو بيغان قوا جغنا اينا بغان دي كوند كيري قاو كورينا ديغا مي كي جوفان نانتو فانكا اني حقي تقول جمان النا يمخ الله فينا خليفه كفدا امانه نينا غا Allah gana amanan kin sere annan qawanna na ganuwa sella gana sahayon ke bogo ewa soro ku be ni gidraga iya kaman ya kite ken butran bi ni sella gana sahanan ta ayi ukun fe bandini nyand kar bedda khi kori ragana ken butran bi ni idan wa man nan qaw nyana soro ni hakle to du jamani nan sigi ani rom nyun ken tanga ani rom nabure ngara tanga akhini kenyani yonki bakke akabante nyani amu mante nyani woga wakati kebe sasa wono hakle to yimme salama kulina to nya baniya al muslimu aqul muslim salami su garanga khina ko musliminya amu kawanga torono kaminya torande kille su wallahu aala mboki laaj bima laaj cheikh ahmed jiddu legi laaj ke cheikh ali sisse moy ni xew xew bi di xew xew jamono ci sunu rew lan la islam wax ci ray bakkan lan la islam wax ci musiba bi nek ci togn ci sunu diine ñun juliti ndax rew mi di mauritanie yalla dogal ni ñun ñep ay julit lañ ni kon lepp lu xew dañ ko wara dello ci diine ji nga xamni moy mo ngank suñu mbir li ñuy wax rek moy keni amna ku no ray xamagunu ku ka ray a autorité ñongi def sen enquête di ñaan yalla enquête bi jaar yoon ba ñu xam kan mo ray Omar Diop mom ak Mohamed Lamine Samba mele ci bogué ni
enquête bi mi ngi nek en cours ñu respecter lolu xaar ba mu soti waani sunu waru gar moy ñu xamal juliti ni ray bakan musibe la bakar bu mag la ci bakar yi ni yalla subhanahu wa ta'ala waxna ñenti mbugal yo xamni mi ngi ka jaglel ku ray bakan julit ni julit bu nek bu ko degge warna ragal warna tit bi ci ñeek moy ni kep ku ray julit ni yalla neena da dugg safara ni fa ngay sax yalla nti yalla musal ñaarel bi ni yalla dalay mere yalla nti yalla musal ni yalla dalay reub moy daf lay dakk ci yermandem yalla nti yalla musal ni mbugal bu tar mi ngi lay xaar ni mbok yi bu nek ci ben ci ñent yi doyon na bu la yalla mere musiba dal bu la yalla rebbe musiba dal bu la dakke ci yermande musiba dal bu la mbugale mbugal bu tar musiba dal wax malak nak ñent yep dal ni kon lolu warna jural ñep ñu ragal ray bakkan ni ray bakkan budé nguur gi mo la ray mana ko xamni dafa askano ci nguur gi mo la ray def na lu bon budé ay bandé la ray itit fek ay julit lañu def na lu bon ni islam dagana lul sax nit ki ray nit ko xamni du julit wax mala ko xamni julit te ñun ci rew julit lañu nek te ray yi legi bari na war nañ ci ragal yalla moytu ray faat bakanu julit ni li ñuy ñaan yalla moy li nga xamni moy atté bi islam wax ñu jëfek te yalla daf ñu wax lu leer nañ bu ñu doon atté wo islam ku ray ñu ray la mbir mi jeex kon te yalla daf ñu wax ni lool ñu wax qisas moy ku ñu ray ñu ray ka ni loolu moy tax nit ñi dundu ndax yow bo ray xamni dañ lay ray do ray kenn ni dekk yi nga xamni ñoo ngi fay appliquer loolu ni kenn du ray kenn ndax xam nga ni bo saccé ñu dag sa loxo bo rayé ñu ray la ni kon loolu war nañ ka téwlu ñun en tant que julit autorité téwlu ka citoyen téwlu ka ñu xamni togn dafa aram ak façon togn bu mënti doon waane ray bakkan iti dafa aram ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu wax ni bu donte ni genn walu cadeau rek nga jëfëndiko ngir bok ci ray nit ni da nga ñëw bis pench yalla genn la ci yërmande man nga xaddi ci yërmande yalla subhanahu wa ta'ala ni kon li war na ñu jural ñu ragal yalla te jup ci li ñuy def te ñu xamni faat bakkanu julit musiba la ni ak ku ko mënti def nak waani li ñuy dégg budé dëgg la loolo gëna yees ni ko xamni ñi la wara sam ñi la wara aar bu la faaté ni loolu mu musibal waani itit ñi la wara sam bu ñu saggané ba keneen faat da itit musibal ni kon suñu nguur gi dañu wara téwul waat bu baax gëna gorgolu ñu leen di sant nak ci ni jamm ji ñu am réew yu bëri amuñu ko waani war nañ gëna gorgolu ba duñu faat julit ci sunu mbedd ñun juliti te kurel yi nga xamni ñom lañu jaglel sam juliti nek ci mbedd yi ni kon li julit bu nek war naka tewlu xamni islam dafa ñew sam juromi mbir yo xamni moy juromi mbir yi ëpp solo bi ci ñeek moy sam sunu diine islam dafa ñew sam sunu diine ñaarel bi moy sam bakani ni ñu bañ faat ben bakkan ñettel bi moy sam alal ji ni waruñu jël alalu kenn ñettel bi moy sam jurelu nit ñi maana ni ciosanu nit ñi fi nga xamni mom la nit ñi soppi ko kenn bañ ci wax waane itit ñu sam li nga xamni moy teranga nit ñi bañ ci wax ni kon juromi mbir yoyu islam dafa ñew sam ka ñu sétlu ni sam bakkan bi mo ci ñaarel ginnaw bi lu samé diiné ci ni kon juliti war nañu téwlu ni faat bakkanu julit musiba la
ndax yalla dalay méré mën na la duggal safara nga sax fa ni kon lolu julit yi war nañ ko téwlu xam ka te jëfé ka cheikhna léngi su su'al thani نعم نحن في هذا الحدث تكلمنا عن خطر القتل والظلم نختار هون تعليق على حديث في هذه الأحداث لأن خلق قتل غير ما اللي خلق فوضى وخلق نهب وشغب فهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نختارك تعلق عليه في هذا الواقع اللي عشناه من الخوف والقلق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خيرا سؤال في محله لأن الاعتدال والتوازن هما قوام ينبغي أن يكون قوام كل خطاب وتوجيه وكل عمل وسلوك يراد به رفع ظلم أو حماية حق أو تحصيل مصلحة ومن هنا فإن المطالبة فإن إنكار ما حصل من قتله للأخ جو أيا كان المسؤول عن هذا القتل إنكار هذا القتل وحصوله وإنكار ضعف حماية المواطنين والتنبيه إلى وجوب حماية الأمن أمن الناس فإن حرمة القتل تقتضي مباشرة حرمة حماية الأرواح والنفوس ولذلك قد قلت في بعض الخطب إن الأمن يتوفر بعدة أمور بالعلم التعليم الجيد وبالتربية الإيمانية الشاملة لجميع المواطنين وبالعدالة الاجتماعية الاقتصادية حتى لا يشعر أحد بظلم وبأيضا توفير الوسائل الكافية ماديا ولوجستيا لأجهزة أمننا وتكثير أعدادهم وجعل مدننا من ناحية الطرق والتخطيط والإنارة والضياء صالحة لأن تجوبها دوريات أمننا لأن بعض أهل الأمن إذا كلفتهم يقولون لك إن ما تتحرك به السيارات قليل ونحو ذلك فلا ينبغي أن يشكو أهل الأمن من نقص رواتب ولا نقص علاوات ولا نقص سيارات ولا نقص بنزين ولا نقص صلاحيات من أجل أن تكون دورياتهم تجوب كل الشوارع المظلمة والمضيعة وينبغي أن تصل مدننا قريبا إلى أن تكون مدن بإنارة شاملة وشوارع شاملة لذلك بالقدر الذي يجب أن نتكلم عن وجوب حماية الأمن وعن حرمة الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة الله تعالى يقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا بالقدر الذي يجب أن نطالب بكشف الحقيقة سريعا وبتطبيق العدالة سريعا وبإنارة الرأي العام بما حصل دون مواربة لكن في الوقت نفسه يجب أن نقول نحن هؤلاء الغاضب نحن غاضبون نحن مستنكرون نحن المواطنين نحن في غاية الاستنكار في غاية الذهول لكن في الوقت نفسه أن نقول لأنفسنا ونحن المواطنين إن دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يجوز لمدون ولا لإمام ولا لفرد عادي أن يكتب أو يتكلم أو يتحرك حركة يمكن أن يفهم من خلالها أن قتل النفوس أو نهب الأموال أو سب الناس أنه يجوز في طريق المطالبة بكشف الحقيقة ومعاقبة الجناه والقصاص للشهيد والقتيل أو أي قتيل لذلك نحن نحتاج إلى التوازن يريد بعض الناس أن نترك إنكار المنكر والمطالبة بالقصاص وكشف الحقيقة خشية أن تقع فتن أو ينفلت أمن أو يقع قتل أو يقع سلب وهذا موقف ضعيف وليس هو الموقف الشرعي وبعض الناس قد يقل الكلام على عواهنه من منطلق الغضب والاستنكار وتكرر بعض الحوادث القتل في الشوارع الكثير وقتل في المخافر الشرطة الذي حصل يقينا مرة والقتل الغامض الذي حصل مؤخرا كأن هذه الأمور تبيح له أن يتحرك تحركا غير مدروس فبقدر ما ننكر القتل والظلم وبقدر ما نطالب بكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة وبقدر ما يجب أن نعود شعبنا على أن ينكر المنكر ويطالب بالحقوق بقدر أيضا ما ننهى وننبه
إلى أن كل التحركات المكتوبة والإعلامية والعملية ينبغي أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، حتى لا ينتج عنها قتل، وحتى لا ينتج عنها سلب، وحتى لا ينتج عنها سب أو شتم بغير حق. ولذلك ندعو الجميع إلى أن يطالب بالحقوق، وأن يطالب بكشف الحقائق وبمعاقبة الجناة، وبأن تكون أجهزة الدولة على المستوى المطلوب هي إقامة العدل وتوفير الأمن وكشف الحقائق، لكن أيضا أن نتحرى الطرق والوسائل التي نصل بها إلى هذا دون أن نثير فتنة أو تقتل نفس أو ينهب أو يقع سب. ما حصل من سب وشتم متبادل في وسائل الإعلام مذموم شرعا ومذموم حضارة ومدنية، وما حصل من فلات أمني وحرق للمحلات وسرب لبعض الأفراد وقتل أيضا لبعض الأفراد هذا مذموم شرعا، ما كان ينبغي أن نصل إلى هذا المستوى، ولا ينبغي أن نضعف فتكون شعوب لا تطالب بحق ولا بكشف حقيقة. نحتاج توازنا دقيقا هنا فيه القوة والصرامة مع الوعي الكامل والحذر التام، أن تتحول القوة والصرامة في المطالبة بالحقوق والكشف عن المظالم ومنعها أن تتحول إلى فتن أخرى تجر علينا من الويلات أعظم مما سبب التحرك. نريد هذا التوازن. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حرام ابتداء أن يتعرض له شخص، أحد أن تتعرض له الدولة، حرام أن تفرط الدولة فيه، وحرام في التحركات المطالبة بالعدالة أن أيضا تصل إلى درجة تستهين فيها بالقتل أو بنحو ذلك. وهنا قبل أن أختم أنبه إلى أن هناك بعض المعاني قد يستخدمها بعض الناس. نحن أبناء هذا الوطن، فيه طبقية وفيه ظلم وفيه تهميش وفيه هشاشة لبعض الشرائح وبعض الأفراد وبعض المكونات وجزء من كل المكونات. هناك مطالبة بالتمييز الإيجابي في التعليم وفي التوظيف، ومطالبة بالعدالة في ذلك كله، ومطالبة هذه ينبغي أن تكون قوية وشاملة. لكن حين يقع قتل أو تقع سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين، أو حين يقع ظلم على فرد من أفراد معينين رسميين أو غيرهم بغض النظر عن حقيقة ما حصل، فإنه لا ينبغي هنا أن نستدعي النعرات التي تثير الفتن ولا علاقة لها بالحدث، فإن القتل يقع على كل أحد، وإن الظلم يقع على كل أحد، ونحن مع ذلك نعرف أن الظلم الاقتصادي والظلم المالي والظلم الوظيفي والظلم في فرص العمل والظلم في الترقيات الوظيفية والظلم في الصفقات أنه حاصل على بعض المجتمع دون المجتمع، وحاصل على كل نوعيات المجتمع، لكنه في بعض شرائح المجتمع وبعض مكوناته الظلم عليهم أقوى. نطالب هنا بالعدالة وينبغي أن نقولها، لكن ليس فلان قتل هل لأنه من شريحة كذا ومن قبيلة كذا ومن نسرة كذا، لا، أيا كان من قتله. لذلك ينبغي أن لا نستدعي خطابا نريده للعدل وللمساواة ولتوفير الحقوق ولرفع الظلم والاستبداد نريده في فترات معينة عند الميزانيات عند المشاريع عند الانتخابات عند العدالة، ينبغي أن لا نستدعيه في الوقت الذي نريد فيه كشف حقيقة ومعرفة جنات ومعاقبتهم، ينبغي أن لا نستدعيه لئلا تقع فتن أعظم مما حصل، وما حصل عظيم لا يمكن التهوين منه ولا التهوين من المطالبة بكشف حقيقته ومعرفة الجنات ومعاقبته. بارك الله فيك. دون نون بندرابي نامنال نامني مي جوني شيخ احمد جدو كو وادي كو وادي ا ادين جيدي نون جولبي بي غاندا هول دارندي جولو فوتي دارادي ا غيدي بادي ني سو وادي ادين تشيتن كو من تاني تشيتن جولبي بي حديث غوتي حديث نلا صلى الله عليه وسلم نلا دو وي هن كل المسلم على المسلم حرام جولو يو اندو غيدي جول فوف على ركي دوم هورم دمو معنا فيتاندو ماكو e jawdele makko e teddungal makko dum do kaado hala ko ha pamen tan enen so juldo warama en fof eden poti darade ngoyto den mbiyen laamu ngu yo nyaawir nundal yo enquête wade yimbe en jogi hen hakke e der islam wiide laamu ngu eden jidi gongo o ande kono kadi en potani jabde neddo yahana bonnana neddo goddo manado enne warde fitandu ko hunde bonde
eden poti dum salade eden poti dum habade kono kadi dum fotani jibinde njehen eden bonnana wadbe be ganduda badani enen e dine men Allah na jangini en la taziru waziratun wizra ukhra jom boutique jodi do boutique mum jom auto jehowo e lawol mum o do sa heli auto makko walla duppi boutique jamburto a ande a toñi e sa toñama dum fotani wadde anni ada toña mana e islam sa toñama dum dagnata njaha ada toña dum non nganden eden jogi droit waytade eden jogi droit wullitade eden jogi droit andude gonga kono en gala droit bonnande yimbe gede men e jibinana en fitna mo ganduda en ganda to jofata dum do jurbe fof en poti dum andude ganda ko islam roki en ko ko eden baawi waytade toñange waande wonde fof e ko kewi fof mbiyen eden jidi andude gonga o dum ndarden kalnen laamu ngu mbiyen enen eden jidi dum andude kono ko non kadi en potani jabde yimbe ne jahana bonnana wadbe gede mumen ha juuji mumen jawdeele mumen e hadith o ene laapti dagaaki juuddo ware kono dagaaki kadi jawdeele yimbe be bonne dagaaki yimbe be ne jattondira dagaaki dum do jibina leñam leñaagu goto fof ene yi hore mum koy beega wala koy beeto so juuddo warama ko goote men wara enen julbe fof poden jogade ko darnde wotere enen fof e dum eden gandi wonani taw e wuro men so fullo warama heewi dara tan fulbe be so balejo warama heewi dara tan ko balebe be dum fotani so neddo toñama ko julbe be fof poti wondude toñado be kabo tondo dum dum ko dum foti dum non eden poti habede ha dum wada e wuro men kono ganden woytade hakke ma rokatama hakke bonnande goddo walla lurlude goddo dum non bandiraabe ganden dum webani kono ko non foti waade eden poti woytade mbiyen eden jidi nyaware nundal wada kono en potani bonnande hay goto hay dara en potani lurlude heddibe be en potani wadde fere ha galleji be naate ciuri men kele anani gernatuji nane galleji men dum kadi en potani dum wadde dum non ganden enen julbe o do hadith ko tongi en wi en potani dilinde sababu wadde futtandu kono kadi en potani wonde sababu jawdele julbe bonne en gona en potani wonde sababu kadi julbe ni jattondira hakkunde men kudodira hakkunde men goto fone yaw goddo goto fone ngegna goddo dum do fotani hakkunde jul Sheikh Ali nafsu su'al nuri ta'liq ala hadha al hadith Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam utiya jawami al kalim wa huwa tibb al qulub wa dawa'iha wa afiyat al abdan wa shifaiha sallallahu alayhi wa sallam ke hadise be agar ko yir sa sa ta fana ta bane fi agar ko ar ko dingra ko buni na ko inanti fi ni ko sikki iso mbana subhanahu wa ta'ala ki be gidi yunki haramu ayan na bur bon de haram ayan de sereng gatcham bon de haram kenyan faris sallallahu alaihi wasallam agar sikku su kafme kullu al muslimi ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu وفي حجة الوداع فارنج سيجي بين أكبر مجموعة في حياته أكن يمي وصلى الله عليه وسلم وقتنا أجر حجة الوداع أجر خطبة أنقرة أرسل أنت مني أتي لينك قوتا منه قوتا سلام أبو وأنا كان دينجا إمام وأنا كان قصو إمام كم فلي أتي أسكي لينكي وغا نقبه وانتي يوم العيد النيا يتيبو اتي اسكي وانتي منايا ولا حرمي يتيبو وانتي ذي الحجة يتيبو فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ويسروا كم رأوي حق لنا ننتكو دنگر حرما دنگر نيان إني درونا كو حرما نحمق مخوبي قد درون مخوبي هذا من يمكن حرما قانو
أكن يبقى صلى الله عليه وسلم أنت هذا من سلامي أنت قل أبدا أجا جمو أجا خيرين كم ما لي بيجسود من حرام تانك أقوم يحدم لي يوم كيقول أنا بيفعل كن كن كارا ودانك كن كارا فيلاندي كورو غلاو ترمونوا سلاكنا نخبط تانك بين أنت لي يوم كيكري جوب نيانا يوم كن بقول والله محمد رمينا يوم كن نبقول الله سرتنا بيوم كن بقول وبوتو وكنا بوتو نبوت تانك ويسو قاوعنا بوتو مبغ دانك حقه وانا حقك مور ومغنى حقي وانا مور كله بوغان خو مورني انت تلو دانني اوغا غيلي وخاغا يلد سرتن من تورو ولا تزر وازره وزر اخرى ودينا لك نكون سرسو غارانغ كيبي دبر ان لغانتي كنيا خسر مول لغا تاغني وتن نكو ولا تاغني بوتكي نكو خكون ناري خنا كي موتو كرا خنا كم بوتكي كرا خنا يكون غدان لغا ادما دبي ام فوري بي نكو اريا ننتي يمكن تنغل مغوبي وانا نابري كي قتان كوني سيري نم باغا ياد سيري كم ادانغي دونو اجي في وسائل الاعلام كتاب كوبن غا سفني جيل التلفزيون اندرو جون كان اندو خطبه خراندو غران بلاسيني يسا غ سر لغنا يغي قجفني يو سرون كان يو ديغامبورن يو قسيني بار سنترو دليل يغا مخ وكو ارخنا كدو جيكون ديارو جيكون ماني الا دال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادم اذا سرنا ما خرتنا نتنغر فمو غبانتا ان كان غير ان كان كان دين ندغمرو كان يفار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا اطول ان الله يكره لكم الثلاث يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال والاضافه سرنا ما غدورا ان كان تاغبان انت قيل قال فلان سمعت هنا فيما لا اصل له ان تفسر بغيركم النار النصر غتشمبنون النصر تغنمبنون النصر قذفي خناصر بوتندي ان رغ بدنا ان وديكم بنوندي ان وني نابر بنوندي انا رنا سارنا يوم كنا بغنا غدي كان دينا دوك مري والله سبحانه عز وجل جيد شيخي وقتنا ما بقى من الكثير مبوكي kon ñaarel laaj bima laaj cheikh ahmed jiddu laaj ka ali cisse moy ben hadith ci hadithantu sallallahu alayhi wasallam kullul muslimi ala al muslimi haram maana ni julit bi far tewlu ni ñatti mbir yalla daf ko hormal moy bakkanu julit alalam ak ngoram ni li xew fani gis na ni bakkan rot na ci te lolu yonent bi neena ñu bakkan yoy dañu dañ ko hormal waane yaqnan fi alalu ay nit lolu itit war nañ ko tewlu ni ñun war nañu bu ñu rayé nit ñu taxaw ni waaw bëgg nañu justice bëgg nañu ñu atté njub ñu xam li ku ko def nañ ko japp nañ ko atté waane lolu warul jur ñuy dem di yaqal nit ñi seen alal mbokk yi yonent bi ñu wax sallallahu alayhi wasallam ni ah yalla daf ñu téré ñu yaq alalu nit ñi kon yaqalalu nit ñi daganul ni yow buñ la toñé loolu warul jur ngay toñ buñ la toñé loolu warul jur ngay toñ ni kon mbokk yi buñu rayé sa mbokk waaw ñepp ci wara taxaw ni a suñu mbokk ray nañ ko ni ñu ñaaxtu ko ñu naqarlu ko ñu jaalé ko waane loolu warul jur ñuy dem ñu yakal nit ñi seen alal borom boutique be tok ñu tal boutiqueam wala borom auto be ñu toj autom wax deug yalla mom momu deful dara te man bu keneen defé tojjojam fele man mi fekkewul waruñuma ci lor ni kon julliti wara tewlu lolu ni joytu ñaaxtu wuddeug warul jur ñuy dem ñu yakal nit ñi warul jur ñuy fitnal nit ñi warul jur ñuy tek nit ñi lo xamni atanam ko إذن شيخي الوقت ما باقي منه كثير دور توجيهات في سبيل تجسيد الأخوة في مثل هذه الأوقات الحمد لله جزاكم الله خيرا نعم توجيهات سبيل توجيه الأخوة تحقيق الأخوة في مثل هذه الأوقات نوجه الجميع حكومة وشعبا الجميع نوجههم نوجه الله به المؤمنين أجمعين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله عز وجل في القول وفي الفعل وفي ردة الفعل وفي جواب القول وفي القول الابتدائي هي كما يقال
صمام أو صمام أماني هذا المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندعو الجميع حكومة وشعبا إلى أن يعرفوا القواعد الكبرى التي تعزز الوحدة الوطنية، أو سميها الأخوة الإيمانية، أو سموها اللحمة الاجتماعية، فالتسمية لا مشاحة فيها. هذه أمور كبرى ليست هكذا، لا بد من تعليم شامل، لا بد من تربية إيمانية شاملة، لا بد من عدالة حقيقية، لا بد من أخلاق إسلامية، لا بد أيضا من فهم حقيقي للإسلام. بمعنى أن العلم سبب من أسباب محاربة الجهل، والشعب المتعلم متآخر ووحدته جيدة. التقوى سبب لأداء الحقوق ومنع والامتناع عما لا ينبغي، والتقي علاقته مع الجميع جيدة. والعدالة توصل الحقوق وتوفر الأمن للناس. والأخلاق الحسنة صاحبها لا مهما غضب ومهما رضي لا يقول إلا خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. والفهم الصحيح للإسلام يجعل كل إنسان مسؤولا عن كل قول وفعل وكل وقت، فلا يغيب عنه مراقبة الله عز وجل في أي قول أو فعل. وقد دعوت في بعض الخطب والدروس إلى أن ننتبه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين، وامتن به على الأميين في سورتين من القرآن الكريم. قال في امتنانها على الأميين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث في المؤمنين فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أقول باختصار إن مدارسنا المهنية سواء كانت تعليمية أو صحية أو قانونية أو عسكرية أنها تركز فقط على الحكمة، وهي وضع الشيء موضعه. تعلم العسكرية أساليب القتال واستخدام الأسلحة، والأمنية أساليب توفير الأمن وتحقيق وتعلم المعلم المعلومات التي يدرسها، لكن يعلمهم الكتابة هذا الحكم الشرعي لا بد أن يفقه جميع الخريجين في الأحكام الشرعية خاصة فيما يتعلق بميادينهم. ويزكيهم هذه التربية الإيمانية لا بد أن تكون في مدارسنا برامج لقيام الليل وقراءة القرآن والأذكار والعبادة وصحتها، حتى يتخرج جميع أنواع الموظفين ولهم علم شرعي في مجال تخصصاتهم على الأقل، ولهم تربية إيمانية طيلة سنتين أو ثلاثة سنوات التكوين، ولهم حكمة وهي إتقان التخصص الذي يتقن، لنكون شعبا موحدا، لنكون شعبا نحن يوحدنا الإيمان، توحدنا الإنسانية، يوحدنا الوطن، توحدنا المصالح المشترك. فلماذا نشكو الجور؟ فلماذا نشكو الظلم؟ فلماذا نشكو الانفلات الأمنية؟ فلماذا نشكو العنصرية؟ فلماذا نشكو بعضنا الدنيا من بعض؟ ظاهر لي أن وفي مثل هذا الوقت بالتحديد نطالب بخطاب رفيع من القمة، من قمة الدولة بشتى مستوياتها، تطمئن المواطن على كشف الحقائق، وتستنكر معه الظلم، وتتجاوزه في الاستنكار، وتعترف له بأن عليه أن يغضب، وفي الوقت الذي تنهاه بصرامة عن أي قتل أو نهب تطمئنه على أن ما دون ذلك من الاحتجاج المسموح به قانونا تستحقه هذه الواقعة وأمثالها من كل الوقائع الشنيعة. بارك الله فيك. دمنا نامنا نامني من الشيخ عمل جدو لأن وقته فادي هنكنتي قسيني كو إنن بيبي موريتاني eko kewiko fof eden poti andude ngotaagu men musidaagal men kanyum buri fodde tengtude do enne tobbe didi tan tengtinten sen jidi musidaagal men tengta ya taw potal ene wodi ya daw nun dal ene wodi nde wonno neddo fof so tini ko bibbe Mauritani ene jogi hen hakke no heddibe be dum do ene walla en dum non bibbe Mauritani fof lambe lamabe be lamibe be en gandine eden namni potal eden namni nundal eden namni so gote men tini hunde wala hepti hunde heptima dum heddibe fof daro de don darde e dum timmani taw haysino non hadisaji men ayaji qur'an kewde ne kala juudo ko juudo ni bandum ne la sallallahu alaihi wasallam juulbe badi kon bandu woturu so tergal hen musi terde kiddide tina dum dum non so gote men yi koreji men heddibe fof so hunde heptimama garema gonema taw ko gonga men dum do ene walla e gotaago men enen e musidaagal men enen
bibbe mursani ngandam liñu ngandem liñu ngandem liñam liñago nafata en haydara liñam liñago nafata en haydara seden kala en kal ko moji ko nafata yimbe be cheikh ali al waqtu dahimuna nurid نقاط سريعة في تجسيد الأخوة في هذا الوقت. أنا بإذن الله إن شاء الله أختصر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسجاد مغبي سر السجاد أن تملا سرنا لم منكري ولا نأخذ كلي. لا أحد يرضى بذلك. يقتل ابنك أو يقتل أخوك أو عمك. فلماذا تقتل ترضى أن تقتل أبناء الناس؟ وأمامهم وقالوا سرى سنتدو أن قدنين سرينا أن نابر بلون لا أحد يرضى بأن يعتدى على أحد على مالي فكيف ترضون أن يعتدى على مالي سرى سنتدو سريغا فوقنا لغان قتشم بلون لغان هوراق بلون لا أحد يرضى أن يتعرض الناس لعرضه يعتدي الناس على عرضه فلماذا يرضى لنفسه وبالتالي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه jeureuf sey ali cissé kon waxtu bi dab nañu dañuy teunk rek ni ñun rew mi mboko ak bëgënte te yalla tax rek mo xaj suñu digënté ni ku nekk ñun dafa wara bëggal keneen ki mu bëggal bopam ni kenn ci ñun bëggul ñu togn la kon bu togn kenn kenn ci ñun bëggul ñu rayal la kon bu rek kenn kenn ñun bëggul ñu yaq sa alal kon bu yaqal yaq alalu kenn ni kon wa Mauritanie dañu wara am yeg yeg ni bu nit ku ñuul amé jafé jafé bu wa Mauritanie yépp ño wara am yeg yeg ni kenn ci citoyen Mauritanien mo am problème Mauritanien yépp taxaw taxaway bobu ni kon li ñun ñëpp war nañu am yeg yeg bobu loolu moy jur ñu benno ñu nek ben jëm comme ni kayn tou sallallahu alayhi wasallam waxé ni kon discours yi nga xamni ñi di woté fé warul am ni ku ñu toñ ñun ñëpp dañu wara and ak mom xéx ak ci toñ ci ñu faté ni ay nar la ño fi nek wala ay harpan ño fi nek wala ay tukulor ño fi nek wala ay sarkol ño fi nek wala ay walaf dédét ñun ñëpp ay julit lañu ay mbokk lañu ni kon ñu ñaan yalla mo bolé xol yi bolé jikko yi ñuy jaalé famille Omar Diop ak famille Mohamed Lamine Samba may ci bogué ni ñun ñëpp ñu leen di jaalé di ñaan yalla ñuy bok ci dégg wax top li ci gën idan fi akhir hadhihi alhalqa nashkuru alshaykh Ahmed Jiddou Ahmed Bahi wa alshaykh Ali Cissé wa nalqaakum fi halqatin jadida min barnaamij Jam Salam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh